هنواصل في الخواص الجامعة للمحاليل، وحنتكلم عن الارتفاع في درجة الغليان وعلاقاته الرياضية. بناخد الرموز، نتعرف على الرموز أولا، اللي هي الارتفاع في درجة الغليان يرمز لها بالرمز دلتا تي بي. هذه تمثل الارتفاع في درجة الغليان. بعد كده الكي بي هذا ثابت الارتفاع في درجة الغليان، هذا اسمه ثابت الارتفاع في درجة الغليان. وعندنا الام هذه اللي هي المولارية. هنا مديني عبارة لفظية توضح لي العلاقة الرياضية، انه فرق درجة الحرارة يساوي ثابت الارتفاع في درجة الغليان المولالي مضروب في مولالية المحلول. هنا ممكن يسألني أسئلة، يقول لي ترتفع درجة حرارة سائل، درجة حرارة مذيب عندما تذاب فيه مادة صلبة غير متطايرة. إجابتي هنا على هذا السؤال واضح، أن جسيمات المذاب الصلب، واضح أن جسيمات المذاب الصلب تشد جزيئات المذيب فتحتاج طاقة أكبر لتتحرر. يبقى هنا هن احنا فسرنا ليش بترتفع درجة حرارة مذيب عندما ايش؟ عندما تذاب فيه مادة صلبة غير متطايرة. وعندنا هذه العلاقة الرياضية اللي بنستخدمها في حل ايش؟ المسائل. طيب هنا مديني قيمة الثابت، مديني قيمة الثابت اللي هو الارتفاع في درجة الحرارة لكل مولال. هنا هذه في العبارة دي قيمة الكي بي لبعض المواد. هنا عاطيني قيمة الكي بي لبعض المواد، وحدة الكي بي ووحدة الكي بي لينا حتلاقينا في المسائل بعد شوية، اللي هي درجة مئوية لكل ايش؟ لكل مولال. حتلاقينا بعد شوية في المسائل اللي هي حنتطرق لها في الدروس القادمة. طيب هنا بيقول لي يؤثر الضغط والحرارة في حالة المذيب النقي اللي هو الخط المتصل. ويؤثر أيضا في المحلول اللي هو الخط إيش؟ المتقطع. يعني هذا خط الصلب هذا بيمثل لي المادة الصلبة النقية، والخط المتقطع بيقسم لي شنو؟ المحلول لهذه المادة الصلبة إيش؟ النقية. السؤال بتاعه بيقول لي كيف يمثل الفرق بين الخطين المتصل والمتقطع الانخفاض في الضغط البخاري
الارتفاع في درجة الغليان والانخفاض في درجة إيش التجمد. بيقول لي استعمل بيانات من الرسم البياني لدعم إيش الإجابة. هنا واضح واضح بالنسبة لي هنا التحول من صلب لسائل. في التحول من الصلب إلى سائل التحول من الصلب إلى سائل اللي هي حالة إيش مش التجمد، لا هذا الانصهار. شوف بالله بالنسبة لإيش بالنسبة للخطوط المتقطعة والخطوط الرسمية. هنا بالنسبة للمحلول الصلب، هذا المحلول الصلب وهذا إيش وهذا المحلول السائل. هنا حصل إيش من صلب إلى سائل اللي هو عملية الانصهار. هنا كانت درجة الحرارة، هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للمحلول، وهنا زادت درجة الحرارة، هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للصلب. هنا درجة انصهار الصلب النقي أعلى من درجة انصهار المحلول. درجة انصهار الصلب إيش؟ المحلول. هنا عندي الانخفاض في درجة التجمد. هنا بنتكلم عن الانخفاض في درجة التجمد بعد أن تكلمنا عن الارتفاع في درجة الغليان. هنا عندنا الأسماك التي تعيش في المياه المالحة. عندنا الأسماك في البحار، أسماك في البحار في المحيطات وعند الأقطاب المتجمدة. وجود الملح مذاب في الماء يعمل على خفض درجة التجمد، وبالتالي تستطيع الأسماك بالتالي على الحياة البحرية عند إيش؟ عند الأقطاب المتجمدة. طيب. هنا بدينا الانخفاض في درجة التجمد، هذا ممثل
الانخفاض في درجة التجمد. هذه K F هذه تمثل لي ثابت الانخفاض في درجة التجمد، وهذه الام تمثل لي المولالية. وهنا عندي جدول، في هذا الجدول يوضح ثابت الانخفاض في درجة الغليان لبعض المواد منها الماء، البنزين، رابع كلوريد الكربون، الإيثانول والكلوروفور. هنا عاطيني تجربة اللي هي الانخفاض في درجة التجمد. خطوات التجربة: الأولى أملأ بطاقة السلامة في تلاليز التجارب العملية، بجيب كاسين، واحد من الجليد المجروش وواحد فيه ماء بارد، واحد فيه جليد مجروش والثاني فيه 50 ملي من مياه الصنبور. يعني أنا أجيب كاسين بهذا الشكل، هذا A وهذا B. هذا يحتوي A، يحتوي إيش؟ هذا فيه جليد مجروش، وهذا فيه ماء صنبور. طيب بعد كده أقيس درجة الحرارة لهم الاثنين مع بعض، أحرك المحتويات لحد ما يصبحوا متماثلين في درجة الحرارة، أضيف 75 جرام من ملح الطعام الخشن لواحدة من الكاسين، ونثبت درجة الحرارة ونقيس درجة الحرارة مرة ثانية، نجد أن درجة الحرارة في المنطقة اللي فيها ملح كان فيها انخفاض أكثر. هنا المنطقة، الكأس التي احتوت الملح تنخفض فيها درجة الحرارة أكثر. هذه الفكرة العامة، إنه بوجود الملح، بوجود الملح إيش يحصل لدرجة الحرارة؟ وجود الملح إيش يحصل لدرجة الحرارة؟ تنخفض درجة الحرارة أكثر في إيش يا إخوانا؟ في الكأس اللي محتوية إيش؟ ملح. نبدأ بأول مثال، نبدأ بأول مثال. بيقول ايه في المثال؟ بيقول كلوريد الصوديوم لمنع تكون الجليد، هذا استخدام على الطرق وتجميد المثلجات اللي هي الايس كريم، عايز درجة غليان وتجمد محلول مائي من كلوريد الصوديوم تركيزه 29 من 1000 مولال. مطلوب في هذه المسألة، مطلوب في هذه المسألة درجة الغليان ودرجة التجمد. بناخذ في الناحية اليمين هنا الغليان، وناخذ في الناحية اليسار ايش؟ التجمد. نجي هنا لدرجة إيجاد الارتفاع في درجة الغليان. هنا إيجاد
الارتفاع في درجة الغليان. بناخد هنا عشان نحسب الكي بي، الكي بي اللي هي الارتفاع في درجة الغليان. الكي بي ارتفاع بدرجة الغليان بتساوي اللي هي دلتا تي بي اللي هي دلتا تي بي تساوي الكي بي مضروبة في المولالية مضروبة في عدد الأيونات. اللي هو حيساوي 51 من 100 مضروب في كم المولارية اللي هي 0.029، هذه مضروبة في كم؟ مضروبة في 2. ونعوض في الآلة الحاسبة هتبقى بتساوي 0.51، هذه اللي هي 0.51، هذه مضروبة في 0.29، هذه مضروبة في 2 وتساوي اللي هي بالجانب تساوي 0.0295 اللي هي درجة سنتيغريد. هذا الارتفاع في درجة الغليان، وهو عايز ايش؟ هو عايز درجة الغليان. حيكون الارتفاع في درجة الغليان، الارتفاع في درجة الغليان يساوي درجة الغليان النهائية ناقص كم؟ ناقص 100. أنا عايز درجة الغليان النهائية، هتبقى بتساوي لي هنا درجة الغليان النهائية تساوي لي الارتفاع في درجة الغليان في درجة الغليان زائد 100. وحابب أعوض، هتبقى بتساوي لي 100 زائد 0.0295 اللي هي بتساوي لي 100.0295 درجة إيش؟ مئوية. هذا بالنسبة للارتفاع في درجة الغليان. هنا في الناحية الثانية هنا إيجاد، هبدأ بإيجاد الانخفاض في درجة التجمد اللي هي حتمشي كالآتي.
هتمشي دلتا تي اف، دلتا تي اف تساوي هذه دلتا تي بي تساوي كي اف مضروب في المولالة اللي هي ام، مضروب في عدد الايونات اللي هي بتساوي لي. ثابت الانخفاض في درجة التجمد في الماء اللي هو 1.86 في المولالية اللي هي 0.029 في عدد الأيونات اللي هي 2، هتبقى بتساوي. روح للآلة الحاسبة، اللي هي 1.86 مضروبة في 0.029 مضروبة في 2 تساوي، اللي هي جات لي بتساوي 0.07 درجة سنتيغريد. طيب عايز الانخفاض في درجة التجمد، الانخفاض في درجة التجمد ايش بيساوي؟ الانخفاض في درجة التجمد بيساوي لي درجة التجمد اللي هي الفعلية اللي هي 100 ناقص درجة التجمد اللي هي كم؟ لا مش 100، 0. اللي هي بتساوي لي 0 ناقص درجة التجمد الفعلية. يبقى هنا الانخفاض في درجة التجمد بيساوي لي 0 ناقص درجة التجمد الفعلي. إذن درجة التجمد الفعلي تساوي لي كم؟ تساوي 0 ناقص الانخفاض في درجة التجمد اللي هي بتساوي لي 0 ناقص 0.17 اللي هو بيساوي لي سالب 0.107 درجة سنتيغريد. بنبدأ في ايش؟ في مسائل التدريبية. بيقول لي احسب درجة الغليان ودرجة التجمد لمحلول مائي تركيزه كذا من اي مذاب غير متطاير وغير متأين. بنقسم المسألة على جزئين، هنا هذا جزء وهذا الجزء الآخر. هنا بحسب درجة الغليان، والمحلول بتاعي مائي عشان أعرف 100 غليان وصفر إيش
مئوي. هيبقى هنا هيكون عندي ايش؟ هيكون عندي ك، عندي دلتا تي بي تساوي ك بي في ام تساوي ك بي في ام في عدد الأيونات. وقال هنا المحلول غير متأين، معناه هذه بتروح، هيبقى حتساوي فاصلة 0.51 في التركيز المولالي اللي هو في 0.625. نجيب الآلة الحاسبة، أوجد الآلة الحاسبة، طيب نوجد هذه العملية بالآلة الحاسبة. هي بتساوي، نوجدها بالآلة الحاسبة، اللي هي 0.51 مضروبة في 0.625 تساوي، نوجدها اللي هي بتجيلي 0.318 درجة سنتيغريد. بعد كده نوجد درجة الغليان، درجة الغليان اللي هي تساوي 100، هذا الارتفاع في درجة الغليان يساوي 100 ناقص درجة الغليان الفعلية، هتبقى درجة الغليان تساوي 100 زائد 0.318 اللي هي بتساوي لي 100.318 درجة مئوية. نجي هنا بعد كده في درجة التجمد، هنا بنحسب درجة التجمد اللي هي بنحسب أولا دلتا تي اف اللي هي بتساوي دلتا تي اف اللي هي تساوي ك اف مضروبة في ام، والمحلول المائي اللي هي بتساوي لي 1.86 مضروبة في ام اللي هي 6.625. هيبقى بيساوي هذه اللي هي ثابت غليان الماء، ثابت تجمد الماء في 0.625 اللي هي بتساوي لي، اعمل عملية حسابية بالآلة الحاسبة،
هي بتساوي 1.86 ضرب 0.625 اللي هي بتساوي 1.1625. هذا الارتفاع الانخفاض في درجة التجمد. يبقى هيكون عندي الانخفاض في درجة التجمد هيساوي 0 ناقص درجة التجمد الفعلية. هتصبح درجة التجمد الفعلية درجة نقلها للطرف اليمين، درجة التجمد الفعلية تساوي 0 ناقص الانخفاض في درجة التجمد، هتبقى بتساوي 0 ناقص 1.1625 اللي هي تساوي لي -1.1625 درجة سنتيغريد سالب.